ايه اكتر حاجه احنا ممكن دلوقتي نعملها بمنتهى البساطه والسهوله؟ يعني انت قلت لي دلوقتي على طريقه ورق العنب، ورق المحشي كرنب، ان هو يبقى زي البطاطس كده، تحطه في البيض والبقسماط، بس بيمسك نفسه البقسماط وال بيمسك. بص، وانا وانا بحطه بقى في دي وبقسماط بكبش، يعني تكبسه شويه كده، تك شويه عشان هو ما يفكش منه. اسهل حاجه ممكن نعملها في البيت، ممكن نعمل اندومي اندومي كده بتركايه انا بتاعتي، هقولها لكم قول لنا عليها كتر خيرك. دي بتبقى ايه؟ بجيب بصل وما تعيطش عشان انا مش بعيط. ازاي بقى؟ ما بعيطش عشان انت لابس نظاره. شفت بقى ازاي؟ ما كنت برضو بقطع بصل لابس نظاره الميه. عارف نظاره السباحه؟ كنت بلبسها وانا بقطع البصل، ما تضحكش عليا. لا انا بقطعه عادي على فكره، مش عشان تلبس نظاره برضه. المهم نقطع البصل، دخلنا في تقطيع البصل. بقطع فلفل رومي وبقطع اسمه ايه؟ ايه؟ طماطم. ماشي. طماطمايه ونص بصلايه. حلو. وفلفل رومي. واتنين فلفل رومي. عظيم. بحط شويه زيت. ايوه. وبكسر بالسكينه كده على البصل. توم. تومه احطها في الزيت، اقلب كده وانزل بالبصل. دي التشويحه بقى. لحد ما يتشوح حبه، وانزل عليه بقى بالطماطم والفلفل. واقعد اقلبهم لحد ما يتشوحوا. بعد ما يتشوحوا كده تشويحه حلوه، انزل عليهم بكوبايه ميه في الطاسه. مع الزيت مع كل ده. حلو. كوبايه الميه اسيبها حبه كده تسخن اكتر. تغلي معاها بقى كده ويشربوا بعض. بعد كده انزل بقى بالاندوميه. تمام، اندوميه كده بقى. يعني. اسيبها تستوي كده، وهي بتستوي احط عليها كاتشب. مزاجه برضو انت، شويه كاتشب كده في عندك سنس، في مزاج كده. بعد ما اخلص بقى بجيب ايه مثلا، عارف الناجتس الكوكي والستريبس والحاجات دي، بقطعها بقى واحطها على الوش بحيث ان هي تبقى شطريه كده، فاهم؟ تقرمش وانت بتاكلها. تقرمش وفاهم، وهو رايح لمعدتك عدل، هو فاهم هو بيعمل ايه. راجل مش سهل خالص.